بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم إخوتي الطلاب أخواتي الطالبات في درسنا لهذا اليوم بعنوان قانون بويل. وهذا الدرس من ضمن دروس كيمياء الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني. محدثكم أخوكم نوح العواد، فأهلا وسهلا بكم. سوف نتعلم في هذا اليوم كيف نستطيع أن نحدد المتغيرات في قانون بويل عند ثبوت درجة الحرارة، وكذلك سوف نقوم بكتابة نص قانون بويل، وأيضا سوف نوضح نوع العلاقة بين الضغط والحجم بواسطة الرسم البياني، وكذلك سوف نقوم بكتابة رموز العلاقة الرياضية بطريقة صحيحة، وأخيرا سوف نقوم بحل بعض التمارين على قانون بويل. نبدأ على بركة الله بالسؤال التالي: ماذا يحدث لغاز في بالون إذا قللت حجمه بالضغط عليه؟ ما الذي سوف يحدث في الغاز الموجود داخل البالون إذا ضغطنا على هذا البالون من حيث يقل الحجم؟ ما الذي نشعر عندما نضغط على البالون من أجل تقليص حجمه؟ هل يكون تقليص الحجم سهل أم نلاحظ هناك مقاومة للبالون؟ ما الذي يحدث عندما نقوم بالضغط على بالون من أجل تقليص حجمه؟ من الملاحظ أن الضغط على البالون من أجل تقليص حجمه، نلاحظ كلما ازداد الضغط نلاحظ مقاومة البالون لهذا الضغط، مما يعني أن كلما قل حجم البالون يزداد معه الضغط الموجود داخل البالون، فلذلك حنا نشعر بمقاومة البالون للضغط الخارجي. إذن عندما يقل الحجم نستنتج منه أن الضغط يزداد داخل البالون، فلذلك نستنتج أن العلاقة بين الحجم والضغط هي علاقة عكسية، فكلما قل الحجم ازداد الضغط. كيف يرتبط الضغط مع الحجم؟ هذه الحالة الوسطية في الرسم الموجودة عندنا، عندنا حجم الغاز 5 لتر وضغطه 2 ضغط جوي، فعندنا حالتين، الحالة الأولى عند زيادة الضغط والحالة الثانية عند انخفاض الضغط، ونلاحظ أن الثلاث العمليات تحدث عند درجة حرارة واحدة، وهذه التجربة تعرف بتجربة بويل. فإذا كانت كمية الغاز ودرجة الحرارة ثابتين، يعني هنا كمية الغاز عدد جسيمات الغاز ثابتة لا تتغير في الثلاث الأنابيب، ودرجة الحرارة أيضا ثابتة في الثلاث الأنابيب، ماذا يحدث إذا تم مضاعفة ضغط الغاز؟ كان ضغط الغاز 2 ATM أو 2 أتموسفير أو 2 ضغط جوي، فماذا يحدث عندما يتم مضاعفة ضغط الغاز، يعني من 2 تصبح 4؟ وش اللي نلاحظه لما ضاعفنا ضغط الغاز؟ وش اللي صار في حجم الغاز؟ لاحظنا انخفاض حجم الغاز، يعني عندما يتم مضاعفة الضغط نلاحظ أن الحجم سوف يقل إلى النصف، إذن يقل حجم الغاز إلى النصف عندما يزداد ضغط الغاز إلى الضعف. طيب، ماذا يحدث إذا تم تقليل الضغط إلى النصف؟ يعني كان 2 وقللنا الضغط إلى النصف فأصبح الضغط 1 أتموسفير. لاحظ أن الحجم لما قل الضغط عليه إلى النصف تحول من 5 لتر وأصبح 10 لتر، هذا يعني أنه عند انخفاض الضغط سوف يزداد الحجم، وبالتالي بما أننا خفضنا الضغط إلى النصف فإن الحجم سوف يتضاعف، أي سوف يزداد بمقدار الضغط. إذن نلاحظ من تجربة بويل أنه عند زيادة الضغط يقل الحجم، وعند انخفاض الضغط يزداد الحجم، ومنها نستنتج أن العلاقة بين الحجم والضغط هي علاقة عكسية.
نص قانون بويل. يرى بويل أن حجم مقدار محدد من الغاز يتناسب عكسيا مع الضغط الواقع عليه بشرط أن تكون درجة الحرارة ثابتة. إذن يرى بويل أن حجم غاز يتناسب تناسب عكسي عند زيادة الضغط، يعني في هذا الاتجاه نلاحظ زيادة الضغط وفي هذا الاتجاه نلاحظ زيادة الحجم، فكلما ازداد الحجم يقل الضغط وكلما قل الحجم يزداد الضغط، فالعلاقة بين الحجم والضغط هي علاقة عكسية. العلاقة الرياضية لقانون بويل، حنقول الضغط الأول مضروب في الضغط في الحجم الأول يساوي حاصل ضرب الضغط الثاني مضروبة في الحجم الثاني. إذا P1 V1 تساوي P2 V2، ومنها فإن P1 يعبر عن الضغط الابتدائي وV1 يعبر عن الحجم الابتدائي، أما P2 فهو يعبر عن الضغط الجديد أو الضغط النهائي، وV2 أيضا يعبر عن الحجم الجديد أو الحجم النهائي. سؤال: إذا تم تقليل ضغط غاز حجمه 20 لتر إلى النصف، يعني كان حجم الغاز 20 لتر والضغط نفرض أنه كان 10 أو 5 أو أي قيمة للضغط، وقمنا بإنقاص الضغط، في هذه الحالة سوف يحدث تمدد أو تقلص للغاز. إذا انخفض الضغط من الطبيعي أن يحدث تمدد للغاز، وبالتالي الحجم بالتأكيد سوف يزداد ولن يقل الحجم. ومنها بما أن قللنا ضغط الغاز إلى النصف فإن حجمه سوف يتضاعف، يعني سوف يكون حجم الغاز ضعف الحجم الابتدائي، كان الحجم الابتدائي 20 لتر سوف يصبح الحجم النهائي 40 لتر. ليش طيب؟ لأن الضغط لما نقلله إلى النصف يعني أنقصنا مقدار القوة الواقعة على الغاز إلى النصف، وبالتالي عندما يتضاعف عندما يتمدد الغاز سوف يتمدد إلى الضعف، وبالتالي الإجابة الصحيحة هو أن يكون حجم الغاز يساوي 40 لتر. سؤال آخر: ينفخ قواص وهو على عمق 10 متر تحت الماء فقاعة هواء حجمها 75 من 100 لتر، وعند ارتفاع فقاعة الهواء إلى السطح تغير ضغطها من 2.25 أتموسفير إلى 1.3 أتموسفير، ما حجم فقاعة الهواء عند السطح؟ كان حجمها الابتدائي 75 من 100 لتر وكان ضغطها الابتدائي 2.25 أتموسفير، لما طلعت للسطح أصبح ضغطها أو الضغط الواقع عليها يساوي 1.3 من 100 أتموسفير، فكم يكون حجم هذه الفقاعة عندما تصل للسطح؟ حنلاحظ أعطانا الحجم الابتدائي 75 من 100 لتر، وأعطانا أيضا الضغط الابتدائي والذي يساوي 2.25 أتموسفير، وأعطانا الضغط النهائي أو الضغط الجديد وهو 1.3 من 100 أتموسفير، فكم يكون الحجم عندما يصبح الضغط 1.3 من 100؟ نكتب العلاقة الرياضية. العلاقة الرياضية: الضغط الابتدائي في الحجم الابتدائي يساوي الضغط النهائي في الحجم النهائي. الآن احنا حابين نحصل على الحجم النهائي، هذا المطلوب في السؤال، فبنحول الـ P2 إلى الطرف الثاني بعكس الإشارة، هنا العلاقة بينهم علاقة ضرب، فلما نحولها للطرف الثاني حنقسم عليها، وبالتالي بتصبح العلاقة V2 تساوي V1 P1 مقسومة على P2، أو نقول V1 مضروبة في P2 على P، عفوا P1 على P2. نعوض الآن عن القيم: الحجم الابتدائي 75 من 100، الضغط الابتدائي 2.25 والضغط النهائي 1.3 من 100 أتموسفير، لتصبح قيمة الحجم النهائي
تساوي 1.6 لتر. إذن يصبح الحجم النهائي عند السطح يساوي 1.6 لتر. سؤال: افترض أن درجة الحرارة وكمية الغاز ثابتان في المسائل التالية. فإذا كان حجم غاز عند ضغط 99 كيلو باسكال هو 300 ملي لتر، يعني الضغط الأول 99 كيلو باسكال والحجم الأول 300 ملي، وأصبح الضغط يساوي 188 كيلو باسكال، فكم يكون الحجم الجديد؟ إذن أعطانا الضغط الأول والحجم الأول، وأعطانا الضغط الثاني وطلب منا الحجم الثاني. إذن المعطيات أعطانا الحجم الأول وهو 300 ملي لتر، والضغط والذي يساوي 1 أو يساوي 99 من 100 كيلو باسكال، وكذلك الضغط النهائي وهو 188 كيلو باسكال، والمطلوب منا حساب الحجم الثاني. فحنقول القانون P1V1 يساوي P2V2، ومنها حنحسب الحجم الثاني برضو بنفس الطريقة، حنحول P2 إلى الطرف الثاني لتصبح المعاليم في طرف والمجاهيل في طرف، وتكون العلاقة V2 تساوي V1 مضروبة في B1 على P2. الآن قيم هذه المواد كما هي موجودة عندنا في المعطيات، فحنعوض عن V1 ب300، وحنعوض عن P1 ب99، وحنعوض عن P2 ب188 لتصبح العلاقة بالشكل التالي. فتكون قيمة V2 تساوي 158 ملي لتر. إذن قيمة V2 تساوي 158 ملي لتر. سؤال آخر: إذا كان ضغط عينة من غاز الهيليوم في إناء حجمه 1 لتر هو 988 من 1000 أتموسفير، فما مقدار ضغط هذه العينة إذا نقلت إلى وعاء حجمه 2 لتر؟ لاحظ أن الحجم الأول مقارنة بالحجم الثاني هو الضعف، فمن المتوقع أن يكون الضغط، هل هو الضعف أم ينخفض؟ بما أن الحجم ازداد، فمن الطبيعي أن الضغط سوف يقل إلى النصف، هذا المتوقع قبل حل السؤال. فخلونا نحل السؤال ونشوف المعطيات. أعطانا الحجم الابتدائي وقال 1 لتر، وأعطانا الضغط الابتدائي وقال 988 أتموسفير، وأعطانا الحجم النهائي وصار 2 لتر، فكم يكون الضغط الثاني؟ نكتب القانون، بنقول P1V1 يساوي P2V2، ومنها المطلوب منا حساب B2، فلذلك حننقل الحجم إلى الطرف الثاني لتصبح العلاقة B2 تساوي B1 مضروبة B1 على B2. نعوض الآن عن القيم: P1 988 من 1000، V1 1، و V2 هو 2، وبالتالي تصبح قيمة الضغط الثاني أو الضغط النهائي نلاحظ تساوي 494 من 1000 أتموسفير. إذن حتساوي 494 من 1000 أتموسفير. سؤال: يربط قانون بويل بين المتغيرات التالية، هل يربط بين الضغط والكثافة عند ثبوت الحرارة، أم يربط بين الضغط والحجم عند ثبوت الكتلة، أم يربط بين الضغط والحجم عند ثبوت الحرارة، أم يربط بين الكثافة والحجم عند ثبوت درجة الحرارة؟ قانون بويل: هل يربط بين الضغط والكثافة، أم الضغط والحجم، أم الضغط والحجم عند ثبوت الحرارة، أم الضغط أم الحجم والكثافة عند ثبوت الحرارة؟ من نص قانون بويل، من التطبيقات اللي أخذناها ومن القانون، نجد أن قانون بويل يربط بين الضغط والحجم عند ثبات درجات الحرارة. سؤال آخر: العلاقة الرياضية لقانون بويل الصحيحة هي P2V1 تساوي P1V2، أم P1V1
تساوي بي اثنين في اثنين ام بي واحد بي واحد بي واحد في اثنين في اثنين، هذه قريبة جدا فتستبعد. ام بي واحد في اثنين تساوي بي اثنين في واحد. احنا اخذنا قانون بويل وقلنا قانون بويل هو بي واحد في واحد يساوي بي اثنين في اثنين، وهذه هي العلاقة الصحيحة لقانون بويل. سؤال آخر، إذا تم مضاعفة ضغط الغاز ذو الحجم 30 لتر، ضاعفنا الضغط وش بيصير في الحجم؟ العلاقة بينهم علاقة عكسية. إذا ضاعف إذا تم مضاعفة الضغط يعني زدنا الضغط، فمن الطبيعي أن الحجم يقل، وبالتالي إذا ضاعفنا الضغط حيقل الحجم إلى النصف، وبالتالي حجم الغاز يساوي 15 أم 10 أم 5 أم لا يتأثر. قلنا مضاعفة الضغط يعني انخفاض الحجم إلى النصف، وبالتالي نصف الثلاثين هي 15 لتر، وبالتالي هي الإجابة الصحيحة، وممكن حله بالقانون للتأكد من ذلك. سؤال آخر، ينص قانون بويل على أن حجم كمية محددة من الغاز يتناسب، هل يتناسب طردي أم عكسي مع الضغط أم الكثافة عند ثبوت درجات الحرارة؟ ينص قانون بويل هل يتناسب عكسيا مع ضغطه عند ثبات درجة الحرارة أم طرديا مع ضغطه عند درجة الحرارة، أم عكسيا مع الكثافة أم طرديا مع الكثافة عند ثبات درجة الحرارة؟ قلنا إحنا يمكن استبعاد خيارين من الخيارات الأربعة. قلنا أن قانون بويل يربط بين الحجم والضغط، فبالتالي الخيارين الأخيرين في الكثافة تستبعد. لكن هل العلاقة بين الحجم والضغط علاقة عكسية أم علاقة طردية؟ إحنا نقول أن العلاقة بين الضغط والحجم هي علاقة عكسية. إذن ينص قانون بويل على أن حجم كمية محددة من الغاز يتناسب عكسيا مع ضغطه عند ثبوت درجات الحرارة، وبالتالي يكون الخيار الأول هو الخيار الصحيح. سؤال آخر، إذا تناسب متغيران تناسب عكسي، فماذا يحدث لإحداهما إذا زاد الآخر؟ يعني التناسب بينهم تناسب عكسي وزاد واحد منهم، فإيش اللي بيصير في الثاني؟ هل يزيد عندما يزيد الآخر؟ أم ينقص عندما يزيد الآخر؟ أم يزيد عندما ينقص الآخر؟ أم لا تتأثر؟ طبعا هنا في خيارين، ينقص عندما يزيد الآخر ويزيد عندما ينقص الآخر، وهذين الخيارين صحيحين، وهذا مثل هذا السؤال يجي كثير في اختبارات القياس والتحصيلي، وبالتالي أنت عندك إجابتين صحيحتين. لكن لما نرجع للسؤال يقول إذا تناسب متغيران تناسب عكسي، فماذا يحدث لإحداهما إذا زاد الآخر؟ زاد الآخر يعني إحنا حنختار الخيار الصحيح الأول، فبنقول ينقص عندما يزيد الآخر. طبعا الخيار الثاني برضو صحيح، يزيد عندما ينقص الآخر من حيث عملية التناسب. الخيارين صحيحين من حيث أنهما يتناسبان تناسب عكسي، لكن الأصح حسب السؤال قال عندما يزداد الآخر، إذن الإجابة هي الأولى، وبالتالي ينقص عندما يزيد الآخر. تعلمنا هذا اليوم، إذا تغير ضغط أي كمية من غاز ثابتة من غاز أو درجة حرارة أو حجم، فسيتأثر المتغيران الآخران. يعني إذا تغير الضغط فإن حجم الغاز سوف يتغير، ولكن يشترط أن تكون كمية الغاز ودرجة الحرارة ثابتة. ومنها استنتجنا قانون بويل، والذي ينص على أن حجم مقدار محدد من الغاز يتناسب تناسبا عكسي مع ضغطه عند ثبوت درجة الحرارة. وأيضا استنتجنا من تجربة بويل أنه عند زيادة الضغط يقل الحجم، وعند انخفاض الضغط يزداد الحجم. ومنها استنتجنا العلاقة الرياضية لقانون بويل، وهي P1V1 تساوي P2V2.
ونوع العلاقة بين المتغيرات اللي هي الضغط ودرجة الحرارة، لا ننسى أنها علاقة عكسية. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.